ده في فاير بلاي مازلنا مواصلين نحكي على المنتخب الوطني التونسي اكيد مقابل تونس والجزائر بدات تسخن في الصحافه الجزائريه اكيد مقابله مهمه جدا رغم تبعها الودي فانه مقابلات تونس والجزائر ديما تبقى مقابلات مهمه بدات تسخن المقابله علاش خاطر بدات تظهر لي بعض التصريحات من هنا وهناك حول المقابله بدات تسخن شويه المقابله قبل نهار الجمعه هي قبل 3 أيام تقريبا من موعدها حبينا ناخذ اكثر تفاصيل او كواليس حول اجواء منتخب المنافس منتخب الجزائر اكيد نحبوه برشا ونعتبروه حتى برشا في تونس المنتخب الثاني بعد منتخبنا نتابعوه معنا الزميل الاعلامي من قناه الهداف مؤمن ايت قاسي ناخذ من عنده كل التفاصيل والكواليس مؤمن اهلا بك السلام عليكم اهلا اخويا اسلام تشرف كثير بالتواجد معكم في راديو تاعكم المحترمه شكرا الشرف لنا احنا خلينا نسألك من النهاية مؤمن ظهر لي البارح تصريحات رياض محرز بخصوص المنتخب التونسي والمقابلة تم اعتبارها في تونس حتى نوعا ما فيها تقليل من المنتخب التونسي لا مش شكاك لا هو تعلم جيدا ان الفريق الجزائري في صدد تحقيق رقم قياسي جديد بعدما استطاع ان يعدل رقم الفيلة في افريقيا ب 26 مباراة دون انهزام وتعرف الديربي يعني الخاص بين الجزائر واخواننا التوانسه دائما ما تكون منافسه رياضيه كبيره وكل لعيبه اللي يلعبوا في الجزائر ولا لعيبه اللي يلعبوا خارج الجزائر ولا خارج تونس يعني المغتربين وحتى المحترفين عندهم دائما تلك يعني المنافسه الرياضيه وديربي شئنا ما ابينا يبقى ديربي فيه تصريحات استفزازيه نوعا ما من هنا وهناك ولكن لا تخسر من الود شيء لان تعلم جيدا ان ولاعبين محترفين يعرفوا مليح حدودهم عندنا فقط ربما زي المره اللي فاتت في المباراه الاخيره اللي لعبت بين الجزائر وتونس كانت بعض الند كبير من الاخوان التوانسه من الفريق الجزائري قبل الذهاب الى كاس افريقيا وشفنا ان الناخب الوطني وحتى رياض محرز صرح وقال ان الناخب المنتخب التونسي محترم ونريد الفوز عليه حتى نتغلب عليه يعني نفوته في المرتبه الثالثه الافريقيه يعني بوديوم الافريقي ونصبح من التوب 5 يعني حتى نكون من الفرق التي تترشح للاستقبال لانه اليوم الحسابات حسابات استقبال في مباراه في المباراه الفاصله للتصفيات في كاس العالم راح تقول لي خويا اسلام انه امور مستبقه ولكن يجب انك تخمم من درك يعني تحذر من درك كل شيء الله غالب فيه كلاسمون فيفا لازم تلعب بمباريات مباشره وهذا ما سيحدث ان شاء الله في واقع الترادف نظن اننا اليوم في لا اظن احد تصريحات اسلام بصراحه البارح يعني لما سمعت الرياض يتحدث بكل قوه وبكل تنافس كبير بين المنتخبين تعرف جيدا هو الحاجه مؤمن يمكن اللي قلقت شويه كي يقول ما عرفش المنتخب التونسي كوره اقل من منتخب مالي ما عرفش على اساس شنو قيم رياضه محرز المنتخب لا التونسي نقول لك خويا هو لما يلعب امام هو اللي حب يقول اني نكون اليز مع اخواني التوانسه في اللعب بدون خشونه بدون تدخلات عنيفه تعرف الافارقه كان ما بين ان فيه تدخلات صعبه جدا انه لاعب مغاربي او لاعب من شمال افريقيا خليني نقول مغاربي احسن لانه اخواننا المصريين في الاندفاع احسن منا مرات الجرينطه التونسيه صحيح نعرفوها والجرينطه الجزائريه نعرفوها امام ولكن امام الافارقه جرينطه وحدها ما تفيش البنيه المورفولوجيه والقويه هي التي تصنع الفارق احيانا انا ما اراد ان يقول لم يقلل شيئا من تونس لانه يعلم جيدا ان قال يحب يقول انه التوانسه ما يقدروش يكونوا اصعب من هذه المباراه يعني هو تقنيا يتحدث كلاعب وكقائد فريق ليس بالتقليل من المنتخب التونسي انا لست محامي رياض محرز ولكن اعرفه جيدا نعرفك تحبه برشا انت تبع في برشا نحبه يا اسلام الله غالب تصرفنا وانت ثاني تحبه اكيد 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 تربونا قلت لك المنافسه كيما رياض كيما محمد صلاح كيما حكيم زياش فخورين برشا فخورين برشا كتوانسه باللي يعملوا فيه في اوروبا الحق بارك الله فيك والله العظيم انا لما نشوف خيري يلعب في فرنسا او لاعب اخر او خزري والله العظيم كما يقول لك جو في لو ماتش افيك لي تيب جو في لو ماتش بكل حماس لانه مغاربي فقط لانه اخي تونسي نفس الاحساس يعني نفس الاحساس وانا نقول لك المنافسه لازم تقعد شريفه وكبيره وانت تعلم جيدا من وقت الشتاني المدرب القدير
ومن وقت الحارس العطوقة والنايلي وحنا في تنافس شريف وطارق دياب والهرقال يعني جينيراسيون بار جينيراسيون اون ايتي توجور في السبعينات قصونا من كنا نشوفوا روحنا احسن في 78 نروحوا لكاس العالم راح تونس تشوف روحها في الثمانينات في جيل الهرقال وجيل طارق دياب والجماعة كلهم طارق دياب والجماعة كلهم بن يحيى وكل شيء ومن بعد جات وين انتم طغيتوا في التسعينات ما شاء الله اخويا متابع جدا متابع جيد لتاريخ الكرة التونسية والجزائرية اكيد تونسية تونس اخواتنا وشرفونا كثير وواحد يزوق بهم يعني انا لما نشوف واحد الكرة التونسية في كأس العالم نفرح كثير لما نشوف الجعيدي في اعلى مستوى لما نشوف لاعبين يعني شرفونا التشريف كيفاش ما نكونش فخور وكيفاش ما نطلعش على الكرة التونسية مستحيل هم لاعبين كبار تكفيني اني مناصر وفي وكبير للنادي الافريقي سمح لي اسلام الله غالب نحب النادي الافريقي ولكن المنافسات ديما كانت تكون صعبه مع شبيبه القبائل والمولوديه والبقيه خلينا نبقى في تصريحات رياض محرز هو مؤمن حتى لقب نعم. كاس افريقيا اللي فاز به الجزائر نعتبره احنا كتوانسه مساهمين فيه راه بوجود بلايلي وبونجاح أكيد خاصة بغداد اللي يحبوه كثير في النجم الساحلي تعرف جيدا المكانة التي تركها في قلوب السواحلية وكذلك يوسف البليلي ونستبشر خيرا بعبد القادر بدران حسين بن عيادة كذلك بارك الله فيك حسين بن عيادة الساحلي صحيح والبقية إن شاء الله نتمنى أنه اللعيبة التونسية يجونا كذلك علاش لا إن شاء الله ويجونا أحسن من الدراجي الأسامة اللي ربما ما سعفوش الحد في الجزائر مومن كذلك عنده احتراز يبدو أنه جمال بالماضي بخصوص الكلاسمون فيفا وي بيسير عنده احتراز يقول أني أنا فزت على تونس بطل إفريقيا خرجوا من نصف النهائي رحنا للسنغال ربحناهم زوج مرات وتبقى السنغال وتونس قدامي يعني قال لي انا ما حسبتش الحسابات هذه كيف صايره وهي اكيد حسابات الفيفا معروفه ولكن في مباراه مباشره يريد التغلب على تونس لي او على الاقل العوده بنتيجه ايجابيه من رادس لماذا؟ لانه في حسابات قد تسمح للجزائر باش تفوت تونس في الكلاسمون فيفا وكذلك الكلاسمون كاف هذا ما يسمح اسلام مهم جدا انك لما تلعب مباراه الاياب في المباراة الفاصلة لسيادة كأس العالم انك تلعب في ميدانك، لماذا؟ هذا ليس ربما ماشي يعني راح نتلاقاو مع تونس مباراة فاصلة، لا، ربما راح تطيح مع كوت ديفوار، تطيح مع سينيغالو، ربما فريق قوي افريقي يستعمل عدة عوامل غير رياضية في ميدانه، راح تصعب لك الامور في مباراة الاياب، فاهمني؟ حبيت نقول هو مؤمن المنتخب التونسي عنده مدة نتائجه باهية في سواء في الوديات والا حتى في الرسميات، على ذلك قعد في مرتبة محترمة منذ كأس العالم، تقريبا كنا في مرتبة 14، لكن حبيت نفسر لك فقط المنتخب الجزائري قبل الفوز بالكان كان متأخر تقريبا في الكلاسمون، توا قاعد يقدم بشوية بشوية على هذاك والمنتخب التونسي قاعد يربح كيف السنغال، يمكن على ذلك ما تقدمش ما فاتش منتخبنا، يمكن هذا التفسير. أكيد لا إسلام ما فيش أي شيء فيما يخص الحسابات اللي تقدم وتأخر المنتخبات هذا مفروغ منه، هو يريد الفوز على تونس حتى يتقدم وتسمح له على الأقل بالعودة قريبا من المنتخب التونسي ويفوز تلك يعني المرتبة لتسمح له يكون في أحسن الظروف فيما يخص القرعة التي سوف تجري بعد انتهاء الدور الأول دور المجموعات من تصفيات كأس العالم الكل يبقى رياضي يعني هذا طموح رياضي ومشروع أكيد باهي خلينا ناخذ من عندك مو من اخر اخبار المنتخب الجزائري كنا تابعنا البارح مقابله مالي شفنا اصابه ادم والناس ظهر لي كان خرج يمكن ما عادش طمنا اصابته شنو هي بالضبط وكيف دعوه بن عياده من المنتخب مع اصابه يوسف عطال سمعنا اليوم اخبار باش يكون بن عطال مش باش يكون بن عياده اعطينا اخر اخبار المنتخب الجزائري مو شوف بن عياده هو كان موجود في التربص اللي قبل هذا في تربص مارس هي عوده فقط بعدما اصيب اللاعب يوسف عطال تعرف يوسف عطال اصيب كثير هذا الموسم وجمال بالماضي لم يريد المغامره به هو يتمنى الناس ان يكون يعني ان شاء الله موجود امام منتخب تونس في مباراه الاخيره التحضيريه يوم 11 نظن ان اللاعب زفان في هذه المباراه امام مالي لم يكن لذلك المدافع الذي عرفناه في نصف نهائي ونهائي كاس افريقيا في تونس تعلم جيدا ان الزفان كذلك يعاني يلعب في فريق يلعب
في القسم الثاني في روسيا ليس ربما بذلك المستوى الذي نجده في فرنسا في إيطاليا وحتى في إسبانيا وإنجلترا، ولكن يبقى الحلول موجودة بالتحاق المدافع حسين بن عيادة. أقول عطال لن يغامر به بالماضي أمام تونس، هذا صعب شيء جدا. مؤكد باش يكون بن عيادة يعني من المفروض ممكن لأنه سفان لم يبذل البلاء الحسن، ولكن الطاقم الطبي يعمل كل ما لازم باش إن شاء الله يسترجع عطال. في التدريب اليوم راح إن شاء الله نقول لك إسلام منا العشية إن شاء الله تكون عندي المعلومة بالضبط، لو يشارك في التدريب اليوم أو حتى لو بانفراد راح تكون أمل كثيرة باش يكون إن شاء الله موجود. فيما يخص مباراة الأمس، شفت أن الفريق المالي يا أخي إسلام ظهر بوجه كبير، وجه قوي، مستوى عالي، تركيز كبير، بوزيسيونمون من اعلى مستوى. شفنا حتى انه استحوذ على وسط الميدان التي كانت هي نقطه القوه للمنتخب الجزائري للخروج بكره ورده في المرتدات السريعه مع بليلي وبنجاح، نقطه قوه الهجوم الجزائري. ولكن اتصور لو لم يقم بالتغييرات في الشوط الثاني ب يعني اقحام سليماني مكان بوداوي الذي كان تائها في قضيه ذكي جدا بالماضي في التغيير اللي عمله جمال بالماضي ذكي جدا، قال لك انا لو نقص وسط ميدان ونجيب وسط ميدان اخر نحتاجه في مباراه كما سفيان فغولي نحتاجه في مباراه تونس، خلي ندير مهاجم ثاني اسلام سليماني يعرف يلعب في البوست نرفيدمي، يعني يلعب 10 ولا 9 ممكن يعاون ونجح. سليماني معروف بالاندفاع البدني والعوده حتى على الاقل حتى وسط الميدان. بي مومن بالنسبه للاعب التونسي اللي يهمنا، اللاعب الجزائري عفوا اللي يهمنا، ايضا عبد القادر بدران كان لعب في المقابله الاولى، شنو الانطباعات اللي خلاها؟ ما شاء الله الكل فرحان به يعني والله بكل صراحه. انا عبد القادر بدران اثق فيه منذ ان كان في وفاق الصيف، يعني كان لاعب مميز، لاعب قوي، تمركز جيد، تقنيات عائله، عنده خروج بالكره سليم، قراءه لعب ممتازه. فقط عبد القادر بدران هو ضحيه المنافسه الكبيره في المنتخب الجزائري، اظن ان جمال بالماضي كان قادر يجيبه مور كاس افريقيا، ولكن تعرض لاصابه وكان عنده مباريات كبيره وكثيره مع فريق الطرنجي التونسي. اظن ان هنالك كان حان وقت اللاعب عبد القادر باش يكون معنا في المنتخب الوطني، ولكن اعرف جيدا من جمال بالماضي مباشره انه يحب كثيرا هذا اللاعب وسوف يقحمه تدريجيا. راح تقول لي مو من 29 سنه يعني وقت باش يلعب، اكيد وقت باش يلعب، ولما لا سياخذ مكانه اساسيا، لانه شفنا بعض اللعيبه في وسط الدفاع تعبانين لماذا؟ كجمال بن عمري الذي ربما ليس له الوقت اللازم في فريق وفي ليون تقريبا في 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 في, في, في مرحله الاياب لعب تقريبا كل شيء 100 ولا 180 دقيقه، شيء قليل جدا. ولكن نبقى متفائلين لجمال، لماذا جمال؟ لانه عنده تجربه كبيره واحسن مدافع في كان في 2019. هذا كان لا يعني ان عبد القادر لن يفوز بمكانه، اراه بكل صراحه اراه قد يفوز بمكانه مع عيسى ماندي او حتى مع اللاعب توبا الذي كان لاعب جيد، هذا اللاعب الشاب الذي اتى من بلجيكا كذلك، هو كان مع المنتخب البلجيكي للامال ويلعب في فازيك في هولندا الان. نعم كان جيد، ولكن كما نقول بكل احتراماتنا هي مباراه موريتانيا فقط جميل الاسلام، تعرف جيدا ان المستوى بين المنتخبات الافريقيه، صحيح ان المنتخبات الافريقيه لا يوجد صغير، ولكن هي مستويات شئنا ام ابينا. ما جاوبتنيش على ادم والناس. ادم والناس خويا اسلام تحدثت معاه البارح، الحمد لله كل شيء على ما يرام، وكانت عنده صدمه كبيره في ذلك الشوط يعني بالذات مع اللاعب المالي، لما طلع باش يدي الكره طلع قال لي اشيراها يعني تقريبا قال لي مومن ديتها، قال لي في راسي ديتها وما كنتش نستنى اللاعب يجيك، ولما يجيك لاعب تعرف اسلام الضربه لازم تجيك مباشره تضرك اكثر معنويا ونفسيا من الشوك هو في الفيزيك يعني فاهمني؟ لما تجيك الدوره مخدعه دوخك. الحمد لله وان شاء الله يكون واجد المباراه تونس، ما فيش اي خطوره باذن الله. وقتاش الوصول ان شاء الله؟ ان شاء الله المنتخب الجزائري يجي عشيه مباراه اظن يوم 10 في يوم المقابلة يجي؟ لا في لافي لافي دي ماتش اوكي مرحبا بكم. اونجو لو 11 ياك اخويا نهار الجمعة المقابلة هي. اي ما يجيك الخميس يجيك لافي مرحبا بكم على كل مومن مرحب به اكيد منتخب الجزائر في بلاده.
وش نقول لك كان بو ماتش. وفقط ملاحظه فيما يخص اللاعبين الشبان اللي جابوهم تونس ما شاء الله حاجه مليحه نفرحوا بهم، ولكن حذاري ما لازمش يحرقوهم. كانوا عندنا لاعبين باهيين من الانتر من الارسنال وما قدرناش نلعبوهم في وقت الحاج، وين شفنا انه لاعبين كطايدر كبن طالب لحقوا بالخف للمنتخب وكانت عندهم صعوبات قويه باش يتاقلموا ويدخلوا. لازم نعطيهم الوقت المناسب. وانا اقول مرحبا باخواننا التوانسه، ان شاء الله تكون مقابله كبيره تشرف الكره المغاربيه والجزائريه والتونسيه. اكيد شكرا لك، كنت سعيد جدا مؤمن ايد قاسي زميل الاعلامي من قناة الهداف بتدخلك معنا في فاير بلاي اليوم. هكا نوصل لنهاية برنامجنا، شكرا لمنال سيسي في الإخراج وآدم المدة في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات إسلام المدة.